افضل طريقة تتعلم بيها برمجة وتنقلك في مستوى تاني خالص هي انك تعمل ابليكيشنز بنفسك، وده اللي هنعمله دلوقتي. هنعمل السوشيال ميديا ابليكيشنز زي فيسبوك وتويتر كده، شامل فرونت اند وباك اند وقواعد البيانات، وكمان جزء الكلاود انجينيرنج والديف اوبس وتحليل البيانات، عشان نبقى غطينا كل حاجة. كل ستاك هنشرحه لوحده عشان اللي حابب يتخصص في حاجة معينة يركز فيها، لكن برضو لازم يكون عندك فكرة عن كل حاجة حتى لو مش هتتخصص فيها. وبرضو هنستخدم تكنولوجيز مختلفة وفريموركس مختلفة عشان ما نحشرش نفسنا في حاجة واحدة. الفرونت اند هو الواجهة الأمامية لأي موقع، يعني أي حاجة بنشوفها قدامنا لما بندخل أي موقع، وهو مجموعة العناصر اللي بتظهر قدامنا على الشاشة زي الصور والنصوص والزراير، وده بيتنفذ ب HTML وبنتحكم فيه بجافا سكريبت وبنتحكم في مظهره أو الستايل بتاعه ب CSS. اما الباك اند فده الجزء اللي موجود في السيرفر وبيتعامل مع قواعد البيانات والملفات والحاجات دي. النهارده هنركز على فرونت اند، وزي ما اتفقنا هو بيتنفذ ب HTML مع CSS وجافا سكريبت. مع الوقت ظهرت تولز بتساعد علينا انجاز الفرونت اند زي jQuery، وبعدها ظهرت لايبرز متقدمه اكتر زي React، ودي تفرق عن jQuery انها بتستخدم فيرتشوال دوم عشان الموقع يبقى اسرع، وكمان ظهرت انجولار وده يفرق عن React انه فريم ورك مش لايبرري. الفريم ورك عبارة عن منصة جاهزة فيها معظم الأدوات اللي هتحتاجها متجمعة جاهز، فبتضمن إن الأجزاء كلها متوافقة مع بعض، وكمان بيجبرك على باترن معينة عشان تطبق best practices. اللايبراري بتديلك الكور فانكشناليتي وأنت بتتعامل مع نفسك بقى، يعني بتجمع الأجزاء من مصادر مختلفة وبتتأكد بنفسك إن كلهم مندمجين مع بعض، يعني ما بتكونش منصة جاهزة للشغل على طول. وده احد الاسباب اللي تخليني ارشح لك انجولار دايما. وسبب تاني انها من انتاج جوجل، فهتلاقي كل الخدمات اللي الابليكيشن بتاعك محتاجها موجودة في مكان واحد وانتجريتد جاهزة كلها مع بعض من غير اي مجهود منك، مش بس الفريمورك. عاوز اناليتكس هتروح لجوجل، عايز استضافة عند جوجل، ستورج في جوجل، خدمات السحابية عموما موجودة في جوجل كلاود بلاتفورم، وعشرات الخدمات التانية. الفكرة بقى ان الخدمات دي كلها بتشتغل مع بعض كويس جدا، ومش محتاج تتعب نفسك في البنية التحتية لانها كلها متزبطة لك على الجاهز في مكان واحد، ومع ذلك تقدر في اي وقت تستخدم اي خدمة من اي بروفايدر تاني براحتك.